أشاد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، موجها تحية إجلال لأرواح الشهداء الأبرار. تصريحات وزير الداخلية جاءت خلال اجتماعه مع كبار مساعديه لاستعراض تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، حيث شدد عبد الغفار على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة، كما وجه بأهمية الاحتفاظ برؤية أمنية استباقية ومواصلة تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يتوافق مع حجم التحديات.